السلام عليكم سيدتي الجميلة، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سيدتي اليوم جيت غادي نعطيك واحد الماسك اللي هو بجوج المكونات اللي غادي يقدر يعوضك على كريمات اللي هما غاليين الثمن، كريمات اللي يكونوا دايرين الثمن. هذا الكريم هذا ماشي كريم، ماسك، هو غزال 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 في تغذية البشرة وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وكذلك ترطيب البشرة. سيدتي دائما تنقلبوا على مكون او لا جوج المكونات او لا داك باش يعطوني ثلاثة في واحد او لا اربعة في واحد، يعني مشاكل البشرة كاملة خصنا نحلوها بالطرق اللي هي جد سهلة وفي متناول اي سيدة. سيدتي المهم، وجيت غادي نجاوب على واحد السيده اللي هي كتبت لي اختي زرعت الكتان درتها وطيبات لي وجهي. ابدا، واش زرعت الكتان كطيب الوجه او لا كتحرق الوجه؟ زرعت الكتان غزاله للبشره وزوينه بزاف، ازاله التجاعيد فيها، داك الجيل ديالها كيحيي لي الكولاجين اللي عندي في البشره ديالتي وكيرطب لي البشره كذلك. هادشي عن تجربه سيدتي، ما تبقاوش تقولوا شي حوايج وتبقاو تهاجموا بواحد الطرق اللي هي فيها الذنوب. في الحقيقه فيها الذنوب، علاش؟ لان شي حاجه معروفه ومعروف الدور ديالها في التجميل، في مجال التجميل، وانتم كتنوضوا كتبقاو تقولوا شي حوايج اللي هما لا علاقه. هذا الشيء اللي كنقول لكم، يعني ديروا الماسكات الا بغيتوا ديروهم، ما بغيتوش خليو النساء، خليو السيدات يديروا الماسكات اللي ما استطعتهمش يديروا لي سوان فيزاج، ما استطعتهمش يديروا عمليات، ما استطعتهمش يديروا شحال من حاجه. خلي النساء يتهلاو في راسهم بالمكونات اللي هي بسيطه ومكونات اللي هي زوينه. سيداتي المهم، عاوتاني وحده قالت لي ما بقات لك غير البصله ديريها. قلت لها درتها، غير كوني هانيه. قلت لها درت البصله حتى هي، غير كوني هانيه. قالت ما بقاو فيا غير العيالات، غير النساء اللي كتلعبوا ليهم على الجمال ديالهم باش نتوما تربحوا الفلوس. تنقول لها انت اصلا شو عقليتك فين مشات؟ شو عقلك فين مشى؟ مشى لجهة الماديات. سيداتي خلي النساء يستافدوا، خلي الناس يستافدوا، وسيروا قضيو شي حاجة لراسكم، قضيو شغالاتكم ديوها في جهة ضراكم. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. والماسك اللي غادي نعطيك سيداتي راه في متناول ديالك ومتناول اي سيدة موجود عندك في البيت، اللي مكون ليا جوج ديال المكونات فقط، اللي هي عندك تفاحة. علاش سيدتي ما كديروش تفاح؟ علاش تفاح؟ راه غزال 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 في يعني ترطيب وتجميل وعطي الفوائد. سيدتي راه تقطع لي التصوير، كنت كنصور وتقطع. المهم، الفوائد ديال التفاح للبشرة غادي يخليك سيدتي تفاحة، كتفاحة البشرة ديالتك، غتبقى دائما حميمرة من هنا وحميمرة من هنا، السر كيطيح عليك، لان السر ديال الفوائد ديالها كيعطي واحد الجماليه للمراه غزال غزال بزاف. هو التفاح راه صيدليه، صيدليه لا للجسم ولا لا للصحه ولا للبشره. سيدتي من الاحسن لك بقاي ديري التفاح بزاف بزاف سيدتي. علاش؟ لانه كيف قلت لك فوائد كثيره كثيره كثيره. واخا غادي نقول لك انا تنعيا، خصك تبقاي تجربيه، والتفاح غير داومي عليه سيدتي. تفاحه وحده غتحكي ولا نص تفاحه وغادي ديريها الوجه ديالك. ولكن المكون اللي غادي نعطيك انايا دابا مرطب، مرطب غادي ديريه معاها باش كتعطيك واحد الماسك اللي هو كامل كامل، غتولي ترطيب وتغذيه وكذلك ازاله التجاعيد وإزالة يعني كاع المشاكل اللي عندك في البشرة ديالتك بجوج ديال المكونات. سيدتي جوج ديال المكونات، إيوا أشنو بغيتي أكثر من هاد الشي؟ هذا راه زعما عندنا كلشي بين يدينا، كلشي في البيت ديالنا، كلشي في المتناول، غير حنا اللي ما كنبغيوش. ويعني هاد الشيء اللي كنعطي للمتتبعات الوفيات ديالي اللي كيديروا الماسكات، والحمد لله اعترفوا بان البشره ديالتهم تجددت لهم من جديد وشافوا نتيجه اللي هي جد رائعه.
فهمتي؟ ما كنقول كنهضرش مع دوك السيدات اللي هما قلالين، نقول لك جوج وقيله ولا ثلاثه يمكن كاع، اللي هما تيقول لك اه بعدي من النساء، راه درتي ليهم، راه فعلتي ليهم، راه قراو التعاليق، راه الحمد لله الناس كيدخلوا عندي الانستغرام كيصوروا لي البشره ديالهم، كيتبعوا معايا والحمد لله كيلقاو واحد غير بهادشي الطبيعي. ما كنعطي ما لان انا اصلا ما كنعرفش مواد اخرى ولا الدواء ولا هادي، ما يمكنش ليا نعطي لان ماشي اختصاصي. كنعطيك ماسكات طبيعيه لانها عن تجربه وكنخدم بها الزبونات ديالي. هادشي علاش كنعطيك سيدتي واحد الحاجه اللي انا عارفاها وعارفه انها ما عندها حتى شي ضرر، ما عندها حتى شي ضرر. ما يمكنش نعطي واحد الحاجه ما مجرباش للسيده نخرج لها على الوجه ديالها. ايوا فين غادي نوليو؟ ماشي حشومه، ماشي حشومه. راه حتى حنا كنراعي وكنراعي والله سبحانه وتعالى كنراعي، وان ما خصناش نكذبوا على الناس كنراعي، وراه حنا عارفين هذا الشيء. نتوما اللي كتبقاو تقولوا كذا وكذا، الهجوم الهجوم يعني ما فهمتش ما فهمتش. ايوا الله يهديهم علينا وصافي، الله يهديهم علينا. سيداتي هاد التفاحه هادي غادي تبدل لك بزاف بزاف، تغير لك البشره ديالتك بزاف. والمكون الثاني اللي هو زيت جوز الهند، اللي هو زيت الكوكو، حنا تنقولوا ليه زيت الكوكو. عندي جوج ديال الحوايج، التفاحه وزيت الكوكو فقط، فقط هادشي اللي كنحتاج. كنحك التفيفيحه بالقشور ديالها، كنحكها، كنحك غير النص ديالها اللي غادي ندير للوجه ديالي، لانه كيكحل ما كاينلاش، غادي نحطو حتى لغد لي ونعاود نحك عاوتاني شويه. المهم نتبعو وقت اللي عندي التفاح نبدا نديرو، نستغل الفرصه ديالتي ونبدا نديرو. الحمد لله عندنا التفاح موجود، موجود في المغرب بزاف، ودابا راه وقته يعني رخيص ماشي غالي. وعندك جوز الهند حتى هو راه ثمن مناسب، هذه وقتها ب 39 درهم، يعني في متناول اي سيده. ما تقولوش لي لا كاين اللي قل منه في الثمن، راهو بيو يعني، كتمشي عند هذاك ولا عندنا دابا في السويقه كتمشي عند اللي كيعصروا لك قدام عينك وكتاخديه. كتحكي التفاح كتاخدي نصف ملعقه صغيره ديال جوز الهند، زيت جوز الهند، كتخلطيها مزيان على ما كيدوب، حيت كيكون جامد. ها هو كيكون جامد، كيكون قاصح جامد، دابا راه قاصح. ملي كتبقى ديرها هكدا بين يدك كيطلق. شوفي سيداتي، ها هو طلق، شتي ولا زيت؟ ها شتي ولا زيت؟ دابا هذا سيداتي غادي ديريه مع داك التفاح، وغتعمري به الوجه ديالك، غتعمري به الوجه ديالك، غتخليه نصف ساعة وأكثر، ماشي مشكل تا أكثر. ومن بعد سيدتي ما غاديش يبسلك لان فيه الزيت هذا، غادي يكون رطب ما غاديش ينشف، غيتحيد بسهوله. غتاخدي شي سباتول هذا، غتحيدي المكون من الوجه ديالك، وغتغسلي الوجه ديالك بالماء بارد عادي سيدتي. من بعد بغيتي تعاودي ترطبيه غادي ديري عاوتاني دهني غير بالزيت ديال جوز الهند، غادي دهني به الوجه ديالك بالطريقه اللي قلت لك سيدتي، هو ان جوز حط الكريم او حط اي زيت وتدليك، راه طريقه خصك تكون صحيحه، لان راه غادي يخسر لك الوجه ديالك الطرق اللي هي خاطئه، غتخسر لك الوجه ديالك. راه حاطه عندي في القناه ديالي الطريقه الصحيحه ديال وضع الكريم، الطريقه الصحيحه ديال وضع الماسكات، كل شيء موجود سيداتي، حتى المساج للوجه راه موجود سيداتي. مرحبا بكم في القناه ديالي، وما تنساوش تابوناو، اللي باقي ما تابوناش تابونا عندي. وطبعا نكبروا العائله، رسلوا للناس، بارطاجيو مع الناس، وهذا مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. السلام عليكم سيداتي.